جبت ما يعني جبت ولادي وجبت مراتي وكانوا فخورين جدا بيتفرجوا على الحاجات وهم مبسوطين جدا جدا. والله يعني انا بحب مهرجان الجونه وبحب يعني شايفه كبير، اتولد كبير من اول دوره ليه، كانت ولد كبير وادي 7 سنة في تقدم وفي تالق وفي بيزداد وبيكبر يوم بعد يوم، ودي حاجه ايجابيه جدا بيعملوها صناعه انهم يقدروا يحافظوا على النجاح اللي عملوه من اول دوره لغايه دلوقتي، فشايف انها دوره كويسه. انا فعلا جبت ما يعني جبت ولادي وجبت مراتي. بيبقى يعني البلد نفسها بتشجع ان انت مش بتيجي مهرجان بس للشغل، انت بتيجي مهرجان سياحي وفي منطقه سياحيه وفي بلد سياحيه وجو حلو والناس كويسه والفايبس بتاعت البلد كويسه كجونه، فانت بتيجي تبقي مبسوطه بكل الفعاليات. والولاد مبسوطين جدا، راحوا شافوا في البانل كان في افيشات افلام انتاج جدي وابويا، فقلت لهم تاريخكم بقى اهو، يعني شوف جدكم وجد ابوكم عمل الافلام دي، وبعرفهم على التاريخ بتاعهم، يعرفوا اصولهم، يعرفوا اهاليهم وجدودهم عملوا ايه، فكانوا فخورين جدا بيتفرجوا على الحاجات وهم مبسوطين جدا جدا.